داخل ايه داخل ايه؟ خلاص بس هي كبسة واحدة لقدام. شرفك وإذا وقعت عادي. عادي. انزلي كملي مشي. إمام هذا فكرة الخط المشي أطول على هذا بين الخط، العالم. هذا الخط المشي على هذا الخط أصعب من المتر. يا لهوي يا الأميرة، محظوظة اللي دخل جديد على البث. إذا وقعتي بترجعي بتطلعي؟ ما في مشكلة، متسلين نحن. كل ما رجعت عن جد حاسة الكل بيكرهني يا زلمة، لما تكون ما بصعبة وبعصب وهاي الكل بيكرهني بينبسطوا يا زلمة. وعليكم السلام، هلا وليد. الأخضر ولا ايه؟ أنا اللي ارتفع ضغطي مو انتو على فكرة. رفعتيني ضغطي. آدم عنا مراوح، شغل المراوح مكيفات. شرفك يعني هاي الماب انت شو خطر لك اديته لهاي الماب؟ هاي اللي قلت لي كتير طويلة. سام حرام عليك، نزلت فرش الميتور معه. هاي اللي قلت لي كتير طويلة الماب هي. لفتوهاي عليه الطلاق لانتحر أميرة. بس سؤال، هذا الماب اللي قلت لي عليه كتير طويل هذا الماب ما بعرف قديش طوله هذا. لا مو هذا، مبين لونين بس الحقيقة باقي 2000 لون. شنو هذا ببجي؟ ممكن تفهموني؟ لا يا أميرة، هذا GTA 5 موديل أونلاين. ما فيك تقولي انه هذا الماب مو جلطة؟ وسام فيك تقول انك معاق يعني لانك اخترت هذا الماب؟ طيب خلاص قلت لك اطلعي. عن جد رزق الهبل على المجانين. شو رأيك انت بتوصل هون قبل التشيك بوينت بقلك طلع، شو رأيك؟ لا مو هون، لا هذا الحكي من نص ساعة. نص ساعة. كان هاي كل ما عم تصير رفيعة اكتر ولا انا ما عم شوف؟ طيب وليش كل ما عم تطول المسافة أكثر؟ ما عم بفهم. ما عم تطول. أنا لو أعرف هيك الطلعة ما كنت طلعت من الأول.
المشتركين أصابوا بجلطة. لك 4000 ستارز لو وقعتي. ما بدي 4000 ستارز، أنا بعطيك 4000 ستارز وربحني، بس قصر لي هاي النقطة ما بدي تربحني. ما بقدر أقدم البس، والله جنيت حمودة. كنا شايف إيطاليا من هون، ما أقدر أقدم البس. صار نفسي افهم شو اللعبة شو نهايتها. والله لو يعطوني شو يعطوني ما بلعبها 5 دقايق عبود. شو طولة البال هاي؟ وبيربح معنا حسام جنيد بغنية صارت صفر نفسيتي. الله عليك يا طارق. حلوة حلوة بس لبقى تعيدة. أنا لا، من جهتي نفسيتي صارت تحت الصفر. لك حسن، هلا ربيع، ربيع بشرفي لعبك هاي اللعبة لهاي الماب. بشرفي لعبك هاي الماب. لسه في أصفر، في أصفر وأحمر وأخضر وكل شيء. ما في استراحة للشوفير. الشحن رح يخلص والماب ما خلص. كل ما اكون موجود ما تفتحوها. انت يا ربيع ما بعرف شو وقتك. يا ربيع انت امك دعيت لك ما فتت معنا. صار بدي سيارة على اللابتوب صرت فيها كثير. الكل متحمس. ايه جد انه صارت سوبر نفسيتي. حبيبي يا محمد شكرا على ال 95 ستارز. يلا هان تسونا انت قدا لك النهاية. شكرا يا محمد حبيبي ما صرت. كرار هلا بيك. خلي كرر يطلع من اللايف. لازم تطلع ام كلثوم من الشاشة وتغني انما للصبر حدود على حماسنا. الله عليك يا طارق. كرار نفسه تبعنا؟ ايه خليه يطلع من اللايف. ما ابي. سونا وترتي المتابعين كلهم. ركزي شوي حبيبي وينك توقعي. بلاش اطلق الزلمة اميرة. طولي بالك يا اميرة. ان شاء الله تنقطع الكهرباء عندهم. خلاص اسكت ان شاء الله. طيب يا حسام، حسام خلاص يا حسام رح وصل. ها اسكت يا يا بشرفك يا حسام. خلص سكوت. ها ما حاش تقرا تعليقات. استنى شوي رح وصل. عن جد كنت رح اوقع. خلص سكوت. طب
تتذكر لما كنا نقول صحن مقاطعة البلاط اللي بيحكي بيحكي ايش بعد كنا نقول كثير شغلات. شو فيلم اكشن؟ اي والله احلى من فيلم الاكشن ربيع. اسامة ليش بس تعليقات البنات؟ عم نقرا كل التعليقات يا اسامة. السائق صار بشرق خماسي. عنجد انا بس بدي اوصل على تشيك بوينت واطلع من اللعبة. انا مش سائق. حتوصل للقمر هي. مو السائق اللي صار فيه وشلل خماسي. هذا طلوع روح بذاته. صار معي سهر ولسه ما وصلت. عمار صار بي كورونا وجلطة من ورا هذا المار. لك كافي هسه الميتور عم يدي عليك. صار بي توحد. ما في مرض بالدنيا ما انكتب على الكومنت. يا رب تلاقي الطريق مسكر. نور عن جد خلص. ها صحن مخاط على البلاط اللي بيحكي بياكله. اسكتوا. استنى حسام عن جد خلص. ها ما عاد تحكي حسام. الو حسام. يا الله نشوف كلنا على الطريق عم يطول ان شاء الله. بوس اجرب كل اللي سويته ما يخلص. يخرب بيتك. خلص سكوت عم تساوي لي توتر. السائق زوجته حملت وجابت ولد وهو عم يسوق. أميرة بتفرج بنص عيني حاطة ايدي على قلبي. توقعي بنزلك إمام. رح وصل فلور الشام. والله نعست بس ما عم بقدر نام. بدي اشوف امتى رح توصلي. خالي نامي بكره من خبرك اذا وصلت ولا ما وصلت. ربيع لك خلاص عيد ميلاد آدم وانتي هون. في واحد شاف الساعة واقفة راح اطلع كرسي. الله على احساسك. Thank you.
عبود لو السائق بيحكي لك كفى. سام هلا حاليا لك تضحك. والله صحيح يا مين قال ما تعبوا اصابيعك يمكن يطلع لهم سكس باك. اسمع وصلت يا حطيلي هاي شغلات مدري شو انه وصلت شو هي؟ احذري شو خليكي كابسة معنا انتي ونازلة وقبل ما تنطي بشوي كبسي خمسة شرفك. هلا رامي يا حسام سيسهل بيك بدي شريط مهدئ أعصاب بعد الموت. صار معي جرب يا زلمة. يلا وصلي وصلي بلا زناخة وصلي 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 وصلت. كيفو؟ عم يحطولي عارفان حاله. يا لك حسام ختمته للماء. يس والله كفو. والله وحشة 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 أنا وحشة. حسام